قال لك المؤلف استقبال القبلة شرط، لكن تسقط متى؟ تسقط أولا عند العذر والضرورة، فإذا كان هناك ضرورة أو عذر فإنها تسقط. إذا كان مريض يعني صعب إن وجهه إلى جهة القبلة تسقط. فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان هناك عذر أو مرض نقول بأنها تسقط. الحالة الثانية في السفر في النافلة، إذا كان سائرا ليس مقيما جالسا وإنما يسير يصلي حيثما توجهت به راحلته، ولهذا قال لك وكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في النافلة يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. فأصبح عندنا يسقط الاستقبال للعذر من مرض ونحوه، ثانيا في النافلة في السفر، في النافلة في السفر هذا يسقط الاستقبال.